تعد المبادرات الإنسانية والخيرية الهادفة إلى مساعدة المحتاجين من أكثر الأعمال التطوعية التي تنشط وبكثافة خلال شهر رمضان الكريم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت. في هذا المطبخ واحدة من تلك المبادرات التي يرنو أصحابها من خلالها لمحاربة الجوع في رمضان، حيث تتم طباخة وجبات الإفطار وإعدادها لتكون جاهزة للتوزيع على العشرات من الأسر الفقيرة والمحتاجة. انطلاقا لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، نفذنا هذا اليوم حملة إفطار أكثر من 220 صائم من الأسر الفقيرة والمحتاجة، نعد هذه الوجبة ونوصلها لبيتهم، أيضا من ضمن حملات اللي هي توزيع الإفطار الصائم على الشوارع. هناك أيضا مبادرات أخرى تنفذ من قبل كثير من المؤسسات والفرق التطوعية والشبابية لمحاربة الجوع والفقر وتقديم يد المساعدة للكثير من الأسر التي أثرت عليها هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. هنا أيضا جهد خيري آخر تمثله حملة سفراء السعادة، وهي نشاط مجتمعي تطوعي يسعى القائمون به إلى توفير العلاجات الطبية والأدوية للعديد من الحالات المرضية التي يشكو أصحابها من ضائقة مالية حالت دون شرائهم للعلاج. حملة العلاجات أيضا أصحاب العلاجات المزمنة، وهي عدد 25 من المرضى، وقد سبق أن ذكرنا كسوة العيد لعدد 400 طفل من الأيتام ومن المحتاجين أيضا، ومعانا الزكوات يعني بما يقارب 300 أسرة المحتاجة، الأسرة المعدمة في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة جدا، يوصل مبلغهم إلى بيتهم، هم يشتروا ما يحتاجونه، يعني بدل ما نرغمهم على بدلة معينة ومقاس معين، الحمد لله يعني يعطى لهم مبلغ من المال وهم يشتروا ما يحتاجونه. حملات توزيع السلال الغذائية هي الأخرى شكلت مصدرا معيشيا مهما خلال أيام الشهر الفضيل. بحضرموت تقول السلطات المحلية إن ما يزيد عن 400,000 شخص، أي أكثر من نصف سكان مديرية الساحل، باتوا بحاجة لمساعدات غذائية لضمان صمودهم على البقاء. تشكل المبادرات والحملات التطوعية في شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز التكافل المجتمعي ومد يد العون لمحتاجيها، مع وجود تقارير رسمية عن أن 61% من سكان هذه المحافظة الغنية بالنفط يعانون من الفقر، وسط توقعات بارتفاع النسبة إلى أكثر من ذلك في ظل استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي جراء تداعية الحرب التي تعيشها البلاد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.